ألغام زرعها الجنود الأتراك والميليشيات الإجرامية في منازل المدنيين جنوب العاصمة أودت بحياة العشرات من الآمنين ومنعت الكثير من العائلات إلى العودة لبيوتهم. سياسة اتبعتها الميليشيات لكي يبقى المرتزقة السوريون يصلون ويجولون في بيوت أهل المدينة، حيث أفادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بأن الألغام والعبوات الناسفة داخل مساكن المواطنين خلفت أكثر من 100 ضحية في صفوف المدنيين. الألغام التي تتواجد في أحياء جنوب طرابلس قام جنود أتراك وأتباعهم من الميليشيات بوضعها بعدما ظهرت صور للجنود الأتراك وهم يقومون بزرعها حتى يتمكن المرتزقة السوريون من المكوث في بيوت النازحين. إجرام الميليشيات دعاها لاستخدام هذه الألغام التي يحرم استعمالها في الحروب محاولة منها بعدم تقدم الجيش نحو العاصمة، ولكن بعد إعادة انتشار وحدات الجيش الوطني وإعادة تمركزها تركت هذه الميليشيات الألغام ولم تنتزعها ليرجع المدنيين إلى بيوتهم ويلاقوا حتفهم، ولتقوم الميليشيات بنسب هذه الأفعال الإرهابية للجيش الوطني والجيش منها براء، ولتوفر مسكنا لمرتزقتها الذين يتربعون في بيوت المدنيين هناك.